في حادثة ليست الأولى من نوعها، شهد مطار هواريب مدين مناوشات كلامية وقعت بين مسؤول ومواطن في قاعة الانتظار، حيث لم يتركه يمر من المعبر الخاص بالتفتيش قبل الصعود إلى الطائرة بطريقة أثارت استياء المسافرين. لم تكف العلامات المسجلة باسم شركة الخطوط الجوية الجزائرية من عدم احترام للمواعيد والاستخفاف بالمسافرين لتزيد الطين بلة سوء المعاملة والطريقة التعسفية التي يعامل بها المواطن، وهو ما يؤثر على هذه الشركة التي أصبحت عبئاً بسبب تصرفات بعض عامليها ومسؤوليها. ما يؤسفنا صراحة كاقتصاديين هو أن شركة الخطوط الجزائرية تعاني من يعني أزمة حقيقية ومن خسائر مالية كبيرة وتتحملها ميزانية الدولة، وكل ذلك سببه عدم الإعطاء أهمية للبعد التسويقي والاهتمام بالزبائن واعتبارهم أساسيين واعتبارهم شريك أساسي في تطوير المؤسسة، بل بالعكس يعني يعاملون أحيانا وكأنهم يعني عالة على هذه الشركة وأنهم مضطرون للتعامل مع هذه الشركة. نأمل أن تكون هذه الحادثة بمثابة يعني الانطلاقة لإعطاء أهمية لهذه الشركة وإعطاء البعد التسويقي، لأن هناك زبائن كثيرون جزائريون يستمرون بالرغم من تدني مستوى الخدمات في التعامل مع شركة الطيران الجزائرية. تجاوزات وعراقيل في حق زبائن الخطوط الجوية الجزائرية رغم المبالغ الباهظة التي يدفعونها، يحدث هذا في عصر المنافسة والبقاء من يقدم خدمة أفضل.